العيشة بقت مرة. العيشة بقت مرة. موظف في شركة شبكات جاز تبيع احدى شركاتنا الجاز. دلوقتي انا بوجه كلمة لسيادة الرئيس. الرئيس بيقول محدش في قاعدة هيصفي، محدش في قاعدة هيقعد في بيته. فين يا رئيس وعمالك في الشارع؟ فين يا رئيس ان انت بتحتفل بعيد العمال؟ رحنا لك عشان نقابلك في حديقة القبة نعرض عليك مشاكلنا، ما رضوش يدخلونا. قالوا لا، العدد معين من الناس هو اللي يدخل. ليه يا رئيس؟ احنا انت رئيس لكل المصريين مش للاخوان بس. دي باللي عليك توصلها للرئيس. انت رئيس للمصريين كلها مش رئيس للاخوان بس. الاخوان بس اللي كانوا في حدايد القبه وما رضوش يدخلونا. انا مش اخواني بس انت خدت. بالله عليك اعمل للشباب دي حاجه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، دلوقتي انت بتحتفل بعيد العمال واحنا ما قبضناش جنيه. يرضي مين؟ ان كان يرضي ربنا، بس ربنا ما يرضاش بالظلم. ان كان يرضيك يا رئيس ماشي، احنا موافقين. بس احنا يا رئيس بنوجه لك رسالة، احنا لو اتقطع عيشنا البلد دي هتولع. عشان نجيب لك من الاخر، واحد اتقطع عيشه وعنده تلات اولاد، تلات اولاد او اربعة، هيروح فين؟ قول لحضرتك هيروح فين؟ هيقعد يشتغل بلطجي؟ لا، احنا يا رئيس شغالين في اماكن حساسة. دلوقتي يا رئيس حلنا، ضمنا للحكومة. احنا ناس مش عايزين زيادة ولا علاوات، احنا عايزين ناكل عيش في البلد دي. احنا مش طالبين اي حاجة، احنا مش طالبين يا جماعة اللي ناكل عيش. ده كتير علينا في البلد دي. يا رئيس لو ما حلتلناش او ما عرفتش تحللنا، احنا بنطالب بالعمل في اسرائيل ولو زبالين. اي دولة تدينا حقنا، احنا عايزين ناكل عيش بس.